النهارده انا فوجئت بيه على السوشيال ميديا برنامج تونسي فكاهي. يعني انا يعني مش عايز اتكلم عن اللي عمله مع رئيس نادي الزمالك، لكن انا عايز اتكلم عن زاويه انه برضو انت كاعلامي ليه تستغل حتى جمهور في الاستوديو انه يضحك ويسخر من رئيس نادي الزمالك او من الاهلي او من فريق كروي على شاشه التلفزيون التونسي، فريق كروي مصري على شاشه التلفزيون التونسي. ومش بس المذيع اللي سمح، ده ضيف قاعد في نفس الاستوديو. هو ده اللي انا اقصده، ان هناك بعض الاعلام لا يمارس المهنيه والحياد. انا بقول للزملاء اللي عملوا البرنامج ده على الهوى، سواء بقى بهدف انه يسخر من النادي الزمالك او من النادي الاهلي او من الخطيب او من الجمهور، عيب. انا ده حاله فرديه، بعتبر ده حاله بره السياق العام المحترم للاعلام التونسي، بره السياق العام السياسي والثقافي والاجتماعي للوطن التونسي العظيم بورقبه، واللي قدم شهداء من اجل دولة تونس ومجتمع التونسي، واللي قدم مثقفين مبدعين افادوا الثقافة العربية والادب العربي والفن العربي. اصلا احنا مش بلدين، لا، توانسة والمصريين زي اي قطر عربي، احنا واحد، ويجب ان نتعامل هكذا. الثوابت بتاعتنا هي الاحترام المتبادل. واحد نشاز، انا اسف في التعبير، غبي في ادائه، غير محترم في ادائه، يجب ان يحاكمه جموع الاعلاميين التونسيين المحترمين. وانا مش هقول اكتر من كده، عيب عيب عيب. لانه بالمناسبه يعني اذا احنا دخلنا في السكه دي هنخش في نفق مظلم، والبعض هيستغلها، وانا مش مستبعد ان يكون هذا البرنامج تمويل اخواني يريد ان يدق ناقوس او يدق اسفين الوقيعه والفتنه ما بين تونس ومصر. وعشان ايه؟ مباراه كره قدم؟ عيب عليكم، والله العظيم عيب. ده في الاخر لعبه هتتحول لفتنه. في ايه؟ ده عار على الشعب العربي. هو احنا بقت دماغتنا في ارجلنا؟ عقولنا تحت جزمنا؟ بدل ما نتوحد زي الاتحاد الاوروبي ونفكر نعمل تكنولوجيا ونعمل سوق عربي مشترك، وزي ما كان الرئيس السيسي بيقول نعمل جيش عربي موحد ونعمل عمله موحده، نبهدل بعض ونسخر من بعض. مش هتكلم على السوشيال ميديا، دي مرحاض اساسا، مرحاض عمومي، لكن كمان على شاشه التلفزيون يا اخي الاعلامي التونسي العزيز، عيب. وخد قسوه من حتى المسؤول رئيس الوزراء التونسي اللي وضح كلامه، وغيره وغيره مسؤولين، حتى رئيس نادي الترجي قال انا عمري ما اقول كلمه تدين او تسب الشعب المصري او الجمهور المصري او النادي المصري. احنا كوره، لعبه كره قدم، لعبه. هتتخانقوا عشان لعبه؟ ده ايه شغل الصغار ده؟ وانا اتمنى من الساده المسؤولين عن الاعلام في تونس ان هم يحاسبوا هذا المذيع اللي هو انا بعتبره حاله فرديه، نشاز لا يعبر عن الاعلام التونسي. طبعا في ناس كتير رد، وفي ناس كتير بتكلم عن الموضوع. عايز اختم بايه يا استاذ محمد؟ التعليم فظيع، صح؟ انت عايز اتكلم عن التعليم ولا عايز ايه؟ طيب ماشي. طيب يعني من الحاجات اللي انا